بكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الطبية والتي بنتحدث فيها عن الخرف مع الدكتور طبعا هيثم دبابنة أخصائي دماغ وأعصاب وتداخلات شرايينية دماغية. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وأهلا وسهلا في صباحكم أجمل. أهلا صباح الخير دكتور هيثم. بالبداية ما هو الخرف؟ الكل بيعرفه يعني طبعا كلنا بنعاني من هذا الشيء لما نوصل لسن محدد، ولكن بداية نريد أن نعرف ما هو الخرف. مزبوط، الغالبية العظمى من الناس ممكن يصير عندهم فقدان بالذاكرة. هلا الخرف مش بس فقدان بالذاكرة، الخرف هو فقدان الذاكرة، فقدان القدرة على التعبير، فقدان هو الذاكرة والقدرة على التعبير. ممكن المريض يوصل لمرحلة ما يقدر يعرف يحكي مريض ممكن. يعني إذن هو مرض؟ هو مرض طبعا. نعم هو مرض. جميل. الخرف هو جزء من الزهايمر؟ لا العكس، الزهايمر جزء من الخرف. جميل. في عندنا عدة أنواع للخرف، ونوع منه هو الألزهايمر. والألزهايمر هو أكثر نوع من أنواع الخرف المشهور طبعا، أكثر يعني كلنا أحيانا نصل لمرحلة وإحنا في عز شبابنا نريد أن نصاب بالزهايمر لبعض الأحداث التي تمر في خاصة في الواقع العربي. طيب أنت ذكرت أنواع، هناك أنواع للخرف، ما هي؟ أنواع الخرف، الألزهايمر هو أكثر نوع منتشر. النوع الثاني بيسموه لوي بادي ديمنشيا، اللي هو لوي بادي الخرف، خرف نوعه اسمه لوي بادي. والخرف من النوع الثالث له دخل بالجلطات الدماغية. والنوع الرابع بيسموه فرونتو تيمبورال ديمنشيا، خرف من نوع الفرونتو تيمبورال. يعني ممكن الجلطات الدماغية تصيب بالخرف؟ الجلطات الدماغية، في نوع من انواع الجلطات الدماغيه اللي هي بسموها الفاسكولار ديمنشيا، اللي هي بتاثر على الشعيرات الصغيره. يعني هلا اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، بضلوا يصاب بجلطات صامته. هالجلطات الصامته لما تعمل رنين مغناطيسي للدماغ بيشوف في اصابات، بس المريض ما حس فيهم. هذول اللي ما حس فيهم المريض ممكن ياثروا على الذاكره على المدى البعيد ويعملوا له خرف. نوع هذا من انواع الخرف بسموه الجلطات الدماغيه التي ادت للخرف. طبعا في لازم نفرق بشكل كبير بين الجلطات الدماغيه والخرف. هلا في بعض الجلطات الدماغيه ممكن تعمل عند المريض عوارض من فقدان الذاكره، بسموها هي بالانجليزي ايفيجيا. الايفيجيا اللي هي صعوبه النطق، هلا صعوبه بالنطق او الاصابه بمركز النطق. هلا مراكز النطق انواع، في نوع للفهم وفي نوع للتعبير. هلا ممكن يصاب عند المريض نوع التعبير. هلا كل العالم بيحكي والله المريض عندنا خرفا بعد ما اصابته جلطه دماغيه، وهي بالواقع ما خرفا، هو عارف كل شيء حواليه بس مش قادر يعبر عن حاله. صحيح، او مش قادر يفهم شو بنحكي له. هو الذاكرة ما أصيبت، بس أصيب مركز فهم اللغة أو مركز التعبير عن اللغة. نعم. هلا الكل بيصير يحكي بيعتبروها خرف، بس هو المريض ما بيقدر يعبر عن حاله نتيجة جلطة دماغية. نعم. هل هي خرف أو لا؟ على الأغلب لا، بس هي تؤدي بالأخير المريض ما بيعرف. هل بسبب جلطة دماغية أم إنه مع تقدم في السن؟ طبعاً الخرف يصاب كثير من الأشخاص المتقدمين في السن. وليس فئة يعني لا، هلا هذه المعلومة بدي أصححها شوي. هم المتعارف عليه وهذا مش نعرفه أكثر. المتعارف عليه إنه الخرف بصيب الكبار. نعم. بس في مثلاً نوع، أنا ليش حكيت أنواع الخرف إنهم أنواع أربع خمس أنواع. هلا في نوع اسمه فرونتو تيمبرال ديمنشيا بصيب الصغار أكثر من الكبار. هلا إذا الواحد بدأ صار عنده عوارض فقدان الذاكرة، عوارض إنه ما يعرف عن شو بيحكي، يعني بتكوني قاعده مع المريض ممكن يتكلم بشيء وينساه بعد فتره، بتكوني قاعده مع مريض المريض نفسه او الشخص بتحكي انت وياه، بس هو بيحكي مواضيع بس مش مترابطه مع بعض. ما بوصل المعلومه، ما في معلومه بالحكي، ما عندوش هدف في الحكي، يعني بيوصل للنتيجه. بسموها كلام، يعني انت بتحكي عن كلام فاضي، شو هذا اللي بحكيه؟ صحيح، بس صحيح. هو ما في معنى للكلام. هلا النوع الفرونتو تيمبورال ديمنشيا بيصير بالصغار. ايش السبب اللي بيصيب بالاطفال؟ ما حد بيعرف، بس في بالفرونتو تيمبورال ديمنشيا في نوع من انواع الفرونتو تيمبورال ديمنشيا، هذا اللي هو الخرف اللي متاثر على الفص الامامي والفص الجانبي للدماغ. هذا الخرف ممكن له دخل بلاعبين كرة القدم الأمريكية. من الإصابات بسموه TDP 43.
هلا هي كلها مصطلحات انجليزيه ما لها لان كلها ايضا كلها جديده هاي الاشياء من 15 20 سنه بس عرفناها وما لها مرادفات بالعربي. جميل. طب نأتي نتحدث عن العوامل الوراثيه الجينيه، هل لها علاقه ايضا بالقرف؟ ممكن بنوع معين اللي هو نوع الألزهايمر. الألزهايمر المتعارف عليه كل العالم بفكروا الخرف هو الألزهايمر وهو لا طبعا احنا وضحناها قبل شوي. الألزهايمر جزء من الخرف. جزء من الأنواع. نعم. طيب ما هي المرحلة التي يمر بها الشخص المصاب بالخرف؟ بالبداية ممكن تكون هلا معظم المرضى اللي بيبدوا عندهم شوية فقدان للذاكرة. وبيني وبينك دكتور هيثم كلنا بننسى بعض الحاجات، يعني ممكن ننسى موقف معين، ممكن ننسى كلام انا قلت لك في وقت عصبيه، في وقت زعل تكلمت معك في حادثه معينه، بس هذا مش خرف. بس الناس لما نقول انت بتخرف يعني طبعا هذه الجمله من مشهوره ومتدارجه عندنا في الشارع، بس في فحوصات معينه لازم اعملها للمريض. في فحص بعمله للمريض، في عندنا شيء اسمه ميني منتال ستاتس اكزام، في عندنا فحص اسمه الميني منتال ستاتس اكزام اللي هو هذا بخوض فيه بمجموعه اسئله، باخذ الفحص حوالي 20 دقيقه، بخوض فيه مجموعة أسئلة، أسئلة عن التاريخ، عن اليوم، الشهر، السنة، نسأل المريض وين هو، وين متواجد حالياً، نسأله شو الساعة، نسأل المريض أسئلة يعني لها علاقة بالجدول، بتصير نسأله اطرح لي من المية سبعة ومن البعديها سبعة وبعديها سبعة، حسابات يعني في أكثر من شغلة بتطلع عليها، وإله هذا الفحص زي علامة. إذا علامة المريض هو من 30، إذا علامة المريض 30 من 30 هي ممتاز، يعني لازم يصل إلى 30 من 30؟ لا، معنى 28 29 30 هنا نعتبره ما عنده مشكلة. إذا وصل 26 نعتبره مايلد. هلا هذول اللي عندهم إشي بسيط على الفحص هذا اللي بعمله أنا، إذا عندهم إشي بسيط علامات فاقدينها ممكن نسميهم إشي اسمه mild cognitive impairment، يعني مشكلة بالإدراك بسيطة. هلا هذول اللي عندهم مشكلة بالإدراك بسيطة لا يعرفوا إنه عندهم الزهايمر أو الخرف. نعم. بس 25% منهم بنتهوا بالزهايمر. الزهايمر. هلا الأنواع الأخرى الفرونتوتمبورال واللوي بادي، هذول الأنواع الخرف الأخرى هذول ما لهم علاقة، هذول كل واحد مرض تاني غير عن الآخر. مثلا اللوي بادي ديمنشيا كيف تكتشفه؟ يعني برضو في فحوصات وأجهزة؟ لا، بالأخير الخرف عشان نكتشف شو نوعه بعد ما يموت المريض لا سمح الله نعمل له فحص على خلايا الدماغ، نأخذها تحت المجهر ومنقرر شو نوعه. هاي الطريقة الوحيدة لمعرفة النوع 100%. بس ممكن نتوقع بنسبة 70-80% شو نوع الخرف عن طريق الفحوصات السريرية والفحوصات الطبية. جميل. طب لو أنت نتحدث عن الغذاء، هل بعض الأغذية لها دخل في الخرف أو الزهايمر؟ الخرف ممكن يعني مثلاً إذا المريض بوكل أكل فيه كربوهيدرات عالية وسكر عالي وعنده سكري وعنده ضغط، هل هذول ممكن يعملون لنا إيش؟ جلطات صغيرة ما منحس فيها، فبصير عندهم نوع من الخرف اللي اسمه الخرف اللي له دخل بالجلطات الدماغية. يعني ممكن انه ايضا طبعا الاشخاص المصابين بالسكر او الامراض المزمنة السكر والضغط ممكن انهم يصابوا بالزهايمر او الخرف. طبعا هلا في شغلة مهمة اكتشفناها بالاطباء او بنعتبرهم الاشخاص with high cognitive intellectual، يعني اللي عندهم المام كبير بالعلم، يعني العلماء او الاطباء او الناس اللي بيقراوا كثير. نعم. هلا هذول الناس اللي بيقراوا كثير اكتشفنا انه هذا باخر مرض الالزهايمر، يعني لو انسان طبيعي وما قرا كثير ممكن يصاب بالالزهايمر على عمر مبكر على عمر 65، بس لما يكون يقرا كثير ما ببين عليه غير عمر 65، اقل من 65. مزبوط، بس انا بحكي الوسيط لها. الاطباء والعلماء بدل ما يكون الوسيط تبعهم 65 بيصير الوسيط تبعهم 75 و80. بس ايش مشكله الاطباء لما يصيبهم الزهايمر؟ بضلهم كيف ماشي الكيرف معهم، ماشي دغري دغري دغري، مره واحده بينزلوا. يعني بتلاقيه الزلمه والله دكتور كان ما شاء الله عليه ويفحصني بعد بسنه خرفن. هو عن جد كان يخرفن شوي شوي، بس لانه دماغه ما صار في ضمور سريع، دماغه ضمور بطيء، بس عم بيستخدم كميه كبيره من دماغه ما بين التاثير عليه غير فتره طويله، اخذ فتره طويله عشان يبين عليه التاثير. جميل. طيب الدكتور لما ناتي نتحدث احنا كاشخاص طبيعيين كيف ممكن احنا نتعامل مع الاشخاص المصابين بالزهايمر او الخرف؟
هذا سؤال مهم جدا، لانه احنا بنفقد هذه الاشياء بالشعبنا العربي. صحيح للاسف، يعني أنا من بسرعه للاسف الشديد. انا لما كنت بامريكا وانا خلصت اختصاصي من امريكا، كنا نتعامل مع المرضى عن طريق توعيه اهاليهم، الاشخاص اولادهم وهذا وهذا. شو بنعمل مثلا؟ هل المريض بيصير ينسى الاكل، يطبخ بطبخ طبخه من ساعه على النار، هاي نوع صحيح بتحصل، بتصير معهم، بنسى وين الحمام، بصير يدخل على عده غرف عشان يروح الحمام، بصير يلف بالبيت ومش عارف وين يروح، بصير يطلع بالسياره ويضيع. هي اشياء ما يعرف ايش اسمه طبعا، يعني إيه؟ كثير من الاشخاص ما يعرفش ايش اسمه. بقول لك ابوي بطل يعرف وين يروح، ومستحي يحكي انه خرفا لانه والده يعني بحسوها في وهي عاديه، بس احنا كمجتمع شرقي متحفظ بنخجل من هذه الاشياء. بالضبط. هلا في الشيء الكويس لازم المريض اول ما يحس على واحد من اقاربه انه عنده فقدان ذاكره او بدايه هاي الاشياء، نعمل له فحوصات دم ونعمل له صور عشان نتاكد في اي بعض الاشياء ممكن نسميها ريفرسبل، يعني ممكن نعالجها. يعني في بعض الحالات ممكن تعالج. احنا سنصل للعلاج، ولكن يعني نريد ان نعرف اكثر قبل العلاج دكتور هيثم. اذا سمحت لي نريد ان نوعي المشاهدين انه كيف تتعامل مع الشخص المصاب بالزهايمر او الخرف. يعني في كثير قلت لك بيتأففوا او بيتجروا ويذبحوا من هذه الاشياء. يقول لك انا كيف يعني خلاص مليت، بينسى، مليت، اكلمه مش عارف من. هلا المشكله اللي عندنا اللي هي الصبر، هذا الصبر ما بتقدر تعالجيه عند الاشخاص. لانه الواحد لما يكبر بصير زي الطفل، لانه الصغير ما بيعرف وين يروح وين يجي، فاهله بديروا بالهم عليه. هلا الواحد بس يكبر نفس الفكره، صحيح، عم بصير ينسى ومش عم بتذكر، عن ذاكرته عم بتروح، يعني عم بيرجع زي كانه طفل ما عنده هاي المعلومات، الكم الهائل من المعلومات اللي كان عنده اللي خزنه عم بفقده. يعني حتى تدله على الحمام ما بيعرف، حتى ممكن يروح على الحمام يقضي حاجته ما بيعرفها، بدك ترجع تعلميه او تحاول تساعديه فيها. صحيح. فبترجع على الاشخاص، يعني هو طريقه نتعامل معها انه بدك تداريهم للكبار السن. برا بالمجتمعات الغربيه عندهم دور العجزه، لانه ابنائهم ما عندهم وقت يهتموا فيهم من اشغالهم الكبيره، والوقت الاشغال ماخذ كميه كبيره من وقتهم، فما بيقدر يترك شغله كامل اللي هو مصدر رزقه الوحيد ويقعد بالبيت. ففي عندهم دور العجزه مكلفه جدا، بس بالاخير مضطرين لها. نعم جميل. طب ناتي لطرق العلاج، هل هناك بعض الطرق العلاجيه اللي ممكن ان يعالج فيها الشخص المصاب بالخرف او الزهايمر؟ في ادويه للالزهايمر بشكل عام، او الفنترو تيمبر ديمنشيا او اللوي بادي. هلا هاي الادويه لا تشفي من المرض، وانما تبطئ، تخفف من عوارض، يعني تبطئ من سرعه فقدان الذاكره. تعطيه درجه او درجتين على الفحص اللي بعمله، يعني بعطيه الدواء انا وبقول له ارجع لي بعد اسبوعين او بعد شهر، بصير في استجابة، بتزيد انه درجة او درجتين، يعني بتحسن اموره، بس اشي بسيط. الشغل المهم لازم اول ما يصير هاي العوارض انهم يتجهوا للطبيب الاخصائي اللي بعرف يعالج هاي المشاكل، لانه مرات بيكون سببها نقص فيتامين د، مرات بيكون سببها مشكلة بالغدة الدرقية، فمرات بيكون لها سبب بسكر بالضغط، فممكن توقفيها اذا كان مثلا لها دخل بالجلطات الدماغيه، ممكن تعالج الجلطات الدماغيه وتحسن طبيعه اكله للمريض، يوقف الجلطات عنده ما بيسوء زياده، فلها علاج، بس لازم يتجه للطبيب المناسب باسرع وقت. باسرع وقت يعمل له الفحوصات اللازمه ويعطيه الادويه اللازمه. جميل. طب في ختام الفقره الطبيه هذه اللي تحدثنا فيها عن الزهايمر او الخرف، ايش النصيحه تحب توجهها دكتور هيثم؟ أهم نصيحة إنه المرضى بشكل عام يراعوا ظروف الكبار والمسنين اللي عندهم فقدان بالذاكرة، يحاولوا يهتموا فيهم أكثر ويعطوهم مجال شوية صبر زيادة، لأنه عم بيرجعوا زي الأطفال، فيعني يدير بال عليهم ويدير بالهم على الأكل. أكيد إحنا معرضين لهذه المكانة، كنا حنصير بالموضوع هذا بالمستقبل، فيعني اللي عم نشوفه لأهالينا ولا سمح الله طبعا وللأشخاص المسنين راح يصير فينا بعد 20-30-40-50 سنة. تخيل نفسك في هذا المكان، فلابد أن أنت تحاول تتحسن من معاملتك مع الأشخاص المصابين بالخرف أو الزهايمر. طبعا. إذا شكرا لك الدكتور هيثم دبابنة، وأهلا وسهلا فيك، صباحكم أجمل. يا هلا. ربنا يسعدك. أهلا وسهلا.